احنا تابعنا امبارح اعتقد القداس، ويعني هو مشهد كل عام الحقيقه بنتوقف عنده، مشهد مصري بامتياز. ابدا كلامي بان انا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله دايما تبقى سنه جميله علينا كلنا، وسنه طيبه علينا كلنا، وخير وسلام وامان ورحمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. مش هطول عليكم يعني، لكن عايز أقول لكم إن إحنا، أنا بتكلم ومن خلال الفرصة دي بكلم كل المصريين، وبقول إن إحنا في مصر يعني بدأنا طريق عهدنا فيه ربنا وعهدناكم، طريق عهدنا فيه ربنا وعدناكم، بدأناه مع بعض وإن شاء الله هنكمله مع بعض كلنا. الطريق ده زي ما بنقول كده وسمعتم يمكن، طريق الجمهورية الجديدة اللي تتسع للجميع، تتسع لنا كلنا بدون أي فرق أو تمييز، للجميع نعيش فيها بسلام وأمان مع بعض. وخلي بالكم أنا بقول الكلام ده لكل الناس، لكل المصريين مش لحد بعينه. اوعوا حد يدخل بينا، اوعوا حد يفتننا، لأن ده مش هينتهي، وكل ما هنكمل وهننجح أنا طولت كده. طيب يعني أنا بقول الكلام دوت لأن إحنا في الأيام الجميلة اللي زي دي، وإحنا والله بنحبكم صحيح. ف متشكر. ربنا يعيني إن أكون خادم أمين شريف للبلد ديت وليكم، يا رب يعيني على كده. لكن خليني اقول لكم ان زي ما قلت كده، ان البلد بلدنا كلنا، تسعنا كلنا، واحنا ربنا يحميك يا رب. لا ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحمي وبيستر. خلي بالكم اوعوا تنسوا احنا موجودين في بيت من بيوت ربنا، احنا في بيت من بيوت ربنا، ولازم تعرفوا ان اللي حامي البلد دي ربنا سبحانه وتعالى. دايما ندعوه ونتوسل اليه ونرجوه ان هو يحمينا ويهدينا ويكمل لنا، هو ربنا وبيسبب الاسباب. بيسبب الاسباب. مش عايز اطول اكتر من كده، لكن عايز اقول لكم ان الجمهوريه الجديده دي جمهورية الحلم والأمل، جمهورية العلم والعمل، الجمهورية القادرة وليست الغاشمة، المسالمة وليست المستسلمة. الجمهورية دي هنبنيها مع بعض. أي تحدي، أي صعاب تهون لو إحنا كلنا دايما على قلب رجل واحد، كلنا مع بعض. فكل عام وأنتم بخير، ومصر بخير، والدنيا كلها بخير. وكنت اتمنى ان انا يعني اسلم عليكم كلكم واحييكم كلكم واهنيكم كلكم، لكن يعني ربنا سبحانه وتعالى يزيح عنا يعني الجائحه ويحمينا ويحميكم من كل ويحميكم
قداسة البابا كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت طيب. أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنتوا بقى أنتوا ما تعرفوش حجم التقدير والاحترام والمحبة اللي أنا بأكنه لقداسة البابا. صحيح؟ آه والله. خلي بالكم، خلي بالكم، الرجال بتوزن في المواقف والظروف الصعبة جدا. واحنا مش عايزين نقلب يعني كلام ملوش لازمة يعني، لكن قداسة البابا يعني انتوا كمان تخلوا بالكم منه يعني. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا طيبين.